يقول: ما هو رأيكم في تخفيف الحواجب الكثيرة بالنسبة للمرأة المحجبة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن أخذ المرأة من حواجبها يعتبر من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبته. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب من يزيل شعر حواجبها منها. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أيضا من تغيير خلق الله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مما يأمر به الشيطان بني آدم، حيث قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله هذا النمص المحرم. فلا يجوز للمرأة أن تعرض لحواجبها، لا بقص ولا بنتح ولا بحلق ولا بإزالة بأي وسيلة. وقول السائل لأنها كبيرة أو هذه لا تبرر، محجبة لا يقول أنها كثيرة أو كبيرة، الحواجب. نعم. هذا لا يبرر ما لم يبلغ هذا إلى حد التشويه. إذا بلغ إلى حد التشويه فإنه يزال ما فيه تشويه فقط. أما ادعاء أن الحواجب أنها تحتاج إلى إزالة أو تحتاج إلى قص أو لا كذا، فهذه من الأمور التي درج عليها كثير من نساء هذا العصر، وقلدهن بعض الجاهلات لذلك. وهذا أمر يجب التنبيه عليه والتحذير منه، لأنه منصوص على تحريمه والوعيد عليه، ولا يجب التساهل في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول المحجبة، هل هناك فرق بين المحجبة وغيرها شخص صالح في هذا الموضوع؟ لا فرق بين المحجبة وغيرها، لكن كأن السائل يريد أنها امرأة مستقيمة، أنها امرأة مستقيمة وأنها هي أولى بالالتزام من غيرها بترك قصد الحواجب أو إزالتها. طيب. إذا طالما أنها محجبة فهي مدعوة إلى الكمال؟ نعم، مدعوة إلى الالتزام. طيب. وكذلك غير المحجب، يجب على المسلمة أن تتحجب، ويجب عليها أيضا أن تحافظ على الاستجابة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الحاجبين على شكلهما وغير ذلك مما هو مطلوب من المرأة تركه والعناية به كشعر رأسها وحواجبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.